متواجد الآن في وزارة الداخلية للحديث عن تقنية الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية المستحدثة التي تستخدم لأول مرة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، هذه التجربة الأولى التي يتحدث عنها الكثير من المراقبين، الكثير من الإعلاميين يثنون حقيقة على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. معي هنا لمزيد من التفاصيل أحمد بن عبد الله المعمري، مدير مشروع تطبيق انتخاب، للحديث عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة. أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا. نتحدث عن تقنية الذكاء الاصطناعي واستخدامها. تقنية الذكاء الاصطناعي هي تقنية حديثة، يعني خصصت أو صممت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة. هذه التقنية تعد تقنية حديثة، وهي تقنية متخصصة بتحليل البيانات ودراسة هذه البيانات وإخراجها بشكل مبسط للجمهور. طيب، ما السلاسل التي أحدثتها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في انتخاب أعضاء مجلس الشورى لهذه الفترة؟ السلاسل التي أحدثت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقوم هذه التقنية باستخلاص هذه البيانات و يعني استخلاص المحتوى من البيانات أو خلاصة هذه البيانات وعرضها مرئيا وبثها سمعيا للمتابع الكريم، وتم يعني إضافة في البث السمعي اللغات العالمية. إلى أي مدى تخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي انتخابات أعضاء مجلس الشورى في ظهور النتائج بشكل مباشر بشكل فوري؟ تقنية الذكاء الاصطناعي تخدم انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة في عدة مراحل. أولا، من خلال تطبيق أنتخب، فتقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل أو مطابقة صورة الناخب في تطبيق انتخاب. تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل البيانات واستخلاص محتواها وبثها سمعيا ومرئيا للمتابع الكريم. إذن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في مراحل وفترات كثيرة فعلياً لاقى الكثير من التحفيز ولاقى الكثير من الإعجاب حتى من المراقبين والمهتمين بانتخابات أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان. إليكم الكلمة.